السلام عليكم اخواتي، كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. قبل ما نمر المقادير ومراحل هذه الوصفه، فهذه الوصفه من ضمن اقتراحات مائده العيد ان شاء الله، وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. فالطريقه ديالها مضمونه ناجحه 100%، وايضا المقادير اللي هي مضبوطه وماشي شي مقادير هي كثيره، وكيجيو هشاشين رطبين خفافين كيف القطن كما كتشوفوا معايا الصوره قدامكم. فغير كتقيسوهم بيديكم كيتفرتو، يعني شي حاجه اللي هي فريمون كتستحق التجربه وكتستحق انكم تجربوها البنات. فهاد الوصفه هذه ماشي ديالي، ديال الاخت ديالي، فهي ما كنقولش لها صديقه، كنقول لها الاخت، وكنقول كلام من القلب الخالص ديال الاخت ديالي فاطمه من قناه شهيوات فاطمه، اللي غادي نخلي لكم الرابط ديالها في خانه الوصف، وايضا غادي نخلي لكم في اول تعليق. فبغيتكم وكنطلبكم وكنقول لكم الله يرحم لكم الوالدين الا كنت انا عزيزه عليكم وكنتو كتابعوني وكتبغوني كيف ما انا كنبغيكم. فبغيتكم تمشيو للقناه ديالها وتقولوا لها جينا من عند فرح. هذا الشيء اقل ما يمكن ليا نقدم في حق هذه السيده صراحه الله. فما نكذبش عليكم، من نهار تسدات لي القناه حسيت بها هي اللي عطاتني واحد الامل جديد انني نرجع ليوتيوب. ما نكذبش عليكم لانني كنت داخله في حاله اكتئاب حاد، فما بقيتش بغيت نرجع ليوتيوب نهائيا. كثرت ما هي هضرات معايا وواساتني وحسيت بها كت باغيه ليا الخير من قلبها، فصراحه الله هي اللي عطتني كما قلت لكم واحد الامل جديد اللي خلاتني انني نزيد في اليوتيوب وكنزل انا الفيديو، كنلقاه بارطاجاتو في الواتساب، عفوا في الانستغرام، في ستوري ديال الانستغرام، وايضا في الباج ديال في الانستغرام، وكتبارطاجي كذلك في المنتدى وكتبارطاجي. يعني حسيت بالسيده انها باغا تعاونني من قلبها، وقليل الناس اللي كيدير معاك الخير بدون مقابل، قلال الناس اللي بحالها صراحه الله. هي حسيت بها انها كدير خير بدون مقابل، هي باغا المقابل ديالها هو انها خير مع الله سبحانه وتعالى. هادشي اللي في قلبها هي وهادشي اللي في نيتها. وكنقول اختي فاطمه ما عمرك ما غتخيبي، وهادشي ولو نشكرك حتى نعيا، فكلمه شكر قليله في حقك. والله بغيتكم البنات تمشيو عندها كما قلت لكم، لكن عزيز عليكم سيروا عندها، الله يرحم لكم الوالدين، كنطلبكم وعاود نطلبكم، فسيروا عندها الاخر فيديو قولوا ليها جينا من عند فرح كما قلت لكم. هذا الشيء اقل ما يمكن ليا انني نقدم في حق هذه الاخت، وجربوا الوصفه ديالها راها ناجحه. هذه الوصفه راه خديتها من عندها، وايضا غنخلي لكم الرابط ديال هذه الوصفه، غادي تلقاو ان شاء الله في المنتدى وتشوفوا الوصفه ديالها راه ناجحه مليون في المئه. كنتمنى نكون ما طولتش عليكم، وكنتمنى نكون كنت خفيفه ظريفه على قلوبكم. خليكم باش تتابعوا معايا المقادير ومراحل التحضير، وشكرا على المتابعه. ناخذ واحد معلقه ديال الخميره الفوريه او خميره العجين مع معلقه كبيره ديال السكر. غادي نضيف عليهم تقريبا واحد 4 كاس ديال الماء، غير شويه باش تفعل المدافي، غير باش تفعل لي ديك الخميره ديال المدافي. بسم الله، انا كنخدم مره واحده لانه مابقاش ليا الوقت. عندي علبه ديال الياغورت بنكهه الفاني، تقدروا ديروا اي نكهه كتفضلوا، تقدروا تخدموا ايضا بالياغورت الطبيعي. غادي نضيف واحد الكاس ديال الزيت، انا هنا عبرت بالكاس ديال الياغورت، غادي يعطيكم كاس بالعبارة العنبه. غنضيف ايضا كاس ديال سكر حبيبات او سكر خشن، تقدروا ديروا قل من كاس البنات. غنضيف واحد القبيصه ديال الملحه، الملحه تبقى حسب ذوقكم. غادي ناخذ غير البياض هنا، الصفر غادي نحتفظ به باش ندهن به البريوش ديالي. غادي نخليه على جنب لانني باقي غنخدم به. غادي نضيف لي واحد شويه ديال الخل ونخلطو ونخليه. تقدروا ديروا الخل، ويمكن لكم تقدروا ايضا الحليب. غادي ندير واحد ملعقه صغيره ديال الخل، غادي نضيف دابا هاد الخميرة، ندير ملعقة كبيرة ديال النافع أو اليانسون، ندير ملعقة كبيرة ديال المربى ديال المشمش. يمكن ليكم تنسمو ايضا بقشور الليمون. صافي غادي نحاول
نخدم هاد العناصر. غادي نحاول نخدم بايد ديال النت. دابا غادي نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه وانا كنخلط حتى كتجمع لي العجين. هنا بالنسبه للدقيق غادي نضيف معاه واحد صاشي ديال الخميره الكيماويه او بيكين باودر، تقدر تستغناو عليها الا ما بغيتيش ديرها، تكتفي فقط غير بالخميره الفوريه او لا ديال العجين. انا ما غاديش ندير صاشي كامل، غادي ندير نصف كيس فقط. صافي وكنبدا كنضيف الدقيق شويه بشويه تتجمع لي العجينه. خصنا نحصلوا على عجينه اللي غادي تكون مرخوفه. دقيق عينكم ميزانكم، ودائما الدقيق حسب الخليط. فانا هنا تقريبا درت واحد 680 غرام. الاخر غادي نقول لكم واش غندخلها كامله ولا غادي نزيد عليها. المهم البنات انا غادي نجمع العجين ديالي وغنرجع نولي معاكم. البنات هنا كما كتشوفوا العجين ديالنا من بعد ما جمعناها كتكون كتلتصق كما كتشوفوا معايا. وحنا غادي ناخذ واحد الاناء غادي ندهنوا بشويه ديال الزيت، وغادي نحاول نقطر هذا الزيت اللي بقى لي هنايا ونجمع به العجينه. انا العجينه عندنا حساسه بزاف، حنا الغرض عندنا خصها تكون العجينه مرخوفه، ما تكونش العجينه قاصحه. كل ما خلينا البريوج ديالنا مرخوف كل ما غادي تجينا البريوج احسن. البنات هنا البريوج ديالي ولا العجين ديالي من بعد ما اختمر كما كتشوفوا معايا كيضاعف الحجم ديالو، خليته يتخمر على خاطرو كما قلت لكم. كل ما اختمر لينا كل ما غايجينا احسن. هنا غادي نحاول ناخذ شويه ديال الزيت وناخذ العجين ديالي على شكل كرات كما كتشوفوا معايا، راه مرخوف بزاف. صافي وغادي نوضعها في اللاطه، غنبقى مستمره بنفس الطريقه حتى غادي نشكل العجين ديالي كامل على شكل كرات، عاد باش غادي نبسطهم ونعاود نخليهم يخمروا مره اخرى تقريبا المده ديال واحد 10 ديال الدقائق غير يرتاحوا شويه، عاد باش غادي ندهنوا لهم الوجه ديالهم وندخلهم الفران يطيبوا. البنات هنا كما كتشوفوا من بعد ما خليتهم ارتاحوا شويه كندور عليهم هاد البلاستيكه. انا هنا غطيتهم غير بلاستيكه صافي، درت واحد المنديل خفيف من الفوق. هنا غادي ناخذ هذيك البيضه صفر البيض اللي خفقت مع قطرات من الخل صافي، وكندهن ليهم الوجه ديالهم وغادي نرشهم شويه ديال الجلجلان الابيض. تقدروا ديروا اي حاجه البابو او الجلجلان او الزرارع، ولا تقدروا تخليهم كيف ما هما فحال هكا. كما كتشوفوا معايا البنات الشكل النهائي ديال الكريسات اللي حضرنا مع بعضياتنا، كيجيو رطبين كما كتشوفوا هانتوما، كيجيو هشاشين. والطريقه والوصفه ناجحه من اول تجربه. غادي نقطع لكم تشوفوا هانتوما راه كيجيو هشاشين راشين لواحد الدرجه ما تصوروش البنات. هانتوما كيجيو روعه 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 صراحه الله، ما غاديش نحتاج نشكرهم ليكم. وبغيتكم البنات تجربوهم وترجعوا للتعاليق تعطوني الاراء ديالكم. المهم غادي نقول لكم سلامه ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده وبالصحه والراحه فطوركم ونهاركم مبروك. هذه كانت كاقتراحات لمائده الفطور ديال العيد، ان شاء الله هو قريب والله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه يا ربي وطول العمر ان شاء الله باش ما تمنيتوا بحياتكم. وكنطلبوا الله يرفع علينا هذا الوباء يا ربي ويعفو علينا من عنده ويخفف علينا هذا الوباء ان شاء الله.
دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء في حلقة مقبلة أو لفيديو مقبل إن شاء الله. السلام عليكم وبالصحة والراحة.